الصغار، يسعدنا تلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم ومساهماتكم. اليوم ياليت لو كل واحد فينا يخصص طبعا معلومة أو طرفة أو حاجة حاب يقدمها لنا بحرف الشين. حياكم الله على الأرقام هواتفنا 4-4-8-5-8-8-8-4-4-8-6-4-4-3-4. أخوي محمد أعتقد في رقم ناقص 4-4-8-5-8-7-5 وحياكم الله أحبة الصغار، وبكل الحب نستقبل أول اتصال معنا في ألف باء ومساء وصباح الخير. ألو مرحبا. ألو مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، من معنا؟ أنا سحيم سعد. سحيم سعد؟ أيه سحيم سعد، اسمك الثلاثة لو سمحت يا سحيم. سحيم سعد. ايه وجدك؟ ابي مشاركة. لا سحيم سعد، اعطيني اسمك الثلاثي. العنود سحيم سعد. العنود سحيم سعد. العنود؟ ايه حياة الله يا العنود، وسعداء باتصالت وحابين اليوم نستمع لمشاركتك. شخبارك يا العنود؟ الحمد لله. شلون الإجازة معات؟ منيحة. مبسوطة؟ إيه. يلا يا العنود تفضلي. تعد الشمس واحدة من أهم مصادر الحياة، حيث لا يمكن استغناء عنها ولا تستمر الحياة دونها. الشمس كرة ملتهبة تصل درجة حرارتها إلى 6000 درجة مئوية، وهي أقرب النجوم إلى كوكب الأرض، يدور حولها 8 كواكب. من أهم فوائدها أنها مصدر ضوء وحرارة، كما أنها مصدر رئيسي لتكوين الغذاء للإنسان والحيوان والنبات. شكرا. شكرا لك العنود. العنود بتحبين الجلوس تحت الشمس؟ إيه. في الحر ولا الصيف؟ الحر. في الحر؟ إيه؟ الله يعطيك العافية العنود، ونصحت ما تقعدين في الشمس طبعا في وقت الحرارة العالية، على أساس أن ما تنضر منها، خاصة إحنا يعني مقبلين على فصل الصيف، وحلو نقعد بالشمس لكن في أوقات معينة حتى ناخذ طبعا كفايتنا من فيتامين دال. شكرا لك العنود، واختار الوقت الصح على أساس تستمتعين بضوء الشمس وحرارة الشمس. شكرا لك. ايضا نرحب باتصال. المرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معي؟ مريم صلاح هيثم. مريم صلاح هيثم. صلاح هيثم، من وين تكلمينا مريم؟ من الغويريه. من الغويريه، من قطار. حياه الله يا مريم، سعاده باتصالك. الشمام. الشمام هو نوع من البطيخ الذي ينتمي الى عائله الخيار. نعم. الشمام ثمره تتميز باللون الاصفر البرتقال. نعم. البرتقالي، والمعروف عن محتواه منخفض السعرات الحرارية ورائحته حلوة. ومن القريب ذكره أن الشمام هو الأكثر شعبا من البطيخ في الولايات المتحدة بالطابع، بعد وجود الصوب الزجاجية يمكن أن تجد الشمام في صف غير صيف، ولكن الشمام عادة أفضل في الطعام والرائحة خلال أشهر الصيف. وهذا كل فوائد الصحية التي يمكن أن تستمتع بها عندما تتناول وجبة الشمام اللذيذة. مصدر كبير للفيتامينات ألف والبيتا كاروتين. الشمام غني جدا بفيتامين سي، يقوم الجهاز التنفسي وينظم رئتين، يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية، يقلل من الإجهاد والتوتر، تقوية الصحة العامة، يحمي من معظم أنواع السرطان، الوقاية من مرض السكري. سبحان الله، ونشكر لك مريم على هذه المعلومات الممتازة عن الشمام، والله يعطيك الصحة والعافية. وتحبين الشمام يا مريم؟ إيه تحبين الشمام، والله يعطيك الصحة والعافية. وشكرا لك مريم على هذه المعلومات الطيبة، وإن شاء الله يعني تستمعين إلى معلومات أكثر وأيضا تستمتعين فيها في خلال برنامجنا ألف باء هذا اليوم. شكرا لك يا مريم، حياة الله. السنة احنا عالشهر. نقول ألو معنا أول اتصال.
ألو. ثالث اتصال، عفوا، حياك ألو. الله. ألو، ممكن أشارك؟ أكيد. من معي؟ أمال أسعد مصطفى. أمال أسعد مصطفى، من وين تكلمين أمال؟ من قطر. من قطر، حياة الله يا أمال. وشنهي معلومتك اليوم عن حرف الشين؟ الشمبانزي هو قرد كبير وقوي نسبياً. نعم، الشمبانزي نوع من أنواع القرود، ذو جسم مقوقع قليل. طول الشمبانزي البالغ يتراوح من بين 130 سم إلى 160 سم. نعم. ووزنه يتراوح ما بين 30 إلى 60 كيلوغرام. نعم. وطول ذراعيه يمكن أن يصل إلى 270 سم. عضلات كتفيه وأذرعه قوية جدا، أي أقوى بكثير من أذرع البشر. نعم. على النقيض من ذلك فإن رجليه الشمبانزي قصيرة. نعم. أنفه صغير نسبيا وله عينين عميقتان، وشكل حواجبه ملفت للنظر. الشمبانزي أذنان كبيرتان ملفت للنظر. نعم. مدورتان، وله أيضا فك علوي عريض وله شفة غير سميكة. نعم. أما عمره فقط يصل إلى 50 إلى تقريبا. نعم. أمال. نعم. أشكرك على هذه المعلومات، ما أخذت هذه المعلومات من النت. من النت. شكرا لك يا أمال، والله يعطيك الصحة والعافية. أمال تعطيني، طبعا بعطيك مسابقة، تعطيني معلومة بحرف الشين، أو عفوا مش معلومة، أعطيني اسم بحرف الشين، طبعا لنوع من أنواع الجمادات أو الجماد. شبك. شبك. شكرا لك أمال ويعطيك العافية. حياكم الله أحبة الصغار، وأيضا معنا اتصال. مساء الخير، المرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك معاكم؟ أكيد. من معي؟ محمد يوسف الدوس. محمد يوسف الدوس. الدوس، من وين تكلمنا محمد؟ من الدوحة. يا مرحبا بك يا محمد. محمد، إيش رأيك شوي نلعب وتعطينا معلومتك عقب؟ أوكي. عندنا اسم، نبات، جماد، بلاد، حيوان. تعطيني اسم نبات بحرف الشين. اسم نبات بحرف الشين. ايوه. شمام او تومر. شمام. شمام. وجماد. جماد شبك. شبك. شمع. 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 طيب بلاد، فكر معنا محمد. شام. شام. الشام. شام. طيب حيوان. حيوان شمبانزي. 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 واسم شوق. شوق. طيب يا محمد، حابين نتعرف على معلوماتك بحرف الشين؟ انزل. يلا. لا شكرا. شكرا بحرف الشين، وشكرا لك محمد على مشاركتك ويعطيك العافية. وطبعا حابين اللي حاب يشاركنا انه تكون عنده على الاقل معلومة في سطرين، اي معلومة ممكن يمررها عبر البرنامج عن حرف الشين حتى نستفيد منها. وشكرا لك محمد، يعطيك العافية. وشكرا لك لعبت ويانا طبعا لعبة النبات وجماد وبلاد وحيوان واسم، وحلو نتعرف على اسماء وافكار جديدة. حياكم الله. أحبتي الصغار، متواصلة معكم في ألف باء، ومعنا اتصال. مساء الخير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ شوق محمد أسعد. شوق محمد أسعد. محمد أسعد، متكلمين يا شوق؟ دوحة. حياة الله يا شوق، وسعداء باتصالت. طبعا اليوم شوق بحرف الشين، أيضا أكيد عندها معلومة بحرف الشين. معلومتك بحرف الشين ولا حرف ثانية يا شوق؟ شين. بحرف الشين. تحبين نلعب ولا نقول المعلومة قبل؟ حد نلعب. نلعب. طيب عطيني اسم جماد بحرف الشين بدون غش. شباك. شباك. طيب يا بلاد بحرف الشين. شمع. لا، بلاد بحرف الشين. بلاد. شام. شام. وبعد في بلاد. طبعا زميلنا محمد وايضا جاسم يغشونكم يقولون شنغهاي. بلاد ثانيه. نعم. شنغهار. شنغهار ولا شنغهاي؟ شنغهاي. هي بلاد ولا منطقه يا محمد ولا جاسم؟ بلاد. مقاطعه اعتقد شنغهاي. طبعا اعطيني اسم بلاد شوق. قلتي شام صح؟ صح. أيضا شام مش بلاد.
عندي معلومة عن الشتاء. طبعا شكرا لك شوق، ولكن ننتقل لمعلومتك. فصل الشتاء نعم. فصل من فصول الأربعة فيه تسقط الأمطار ونسمع صوت الرعد والبرق وتغطي الثلوج الأرض وبعد المطر تنمو الأشجار والأعشاب. وشكرا لك شوق، يعطيك العافية. ألو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء النور. من معاي؟ عمر عبد العظيم رشاد. عمر عبد العظيم رشاد. أسعد؟ نعم أسعد. عمر عبد العظيم أسعد؟ لا، عمر عبد العظيم رشاد. أسد؟ نعم أسعد ولا أسد يا عمر؟ رشاد. عمر عبد العظيم رشاد. أي حياك الله يا عمر وتفضل. كان الموضوع عن فصل الشتاء. نعم. هو أحد فصول السنة الأربعة، وهو يبدو الخريف ويبدأ من 21 ديسمبر إلى 20 مارس. نعم. حيث يزداد الجو برودة وتتساقط في هذه الفترة على نصف الكرة الجنوبي. نعم. وفي هذا الفترة يقطر النهار ويطول الليل في نصف الكرة الشمالي. نعم. بينما يطول النهار ويقطر الليل في نصفها الجنوبي. يمتاز هذا الفصل بشدة البرودة. في هذا الفصل تهطل الأمطار والثلوج وتهب الرياح الهائجة. في هذا الفصل تهاجر الطيور من بلاد إلى بلاد ثانية بعيدا عن فصل الشتاء. عمر تحب فصل الشتاء ولا الصيف أكثر؟ يعني بينهم الوسط، خير الأمور الوسط. إذا كان شتاء يعني برد زيادة، وإذا كان صيف يعني حر. خير الأمور الوسط، يعني تحب اللي بينهم. شكرا لك يا عمر وعسى يومك لها ربيع. شكرا لك ويعطيك العافية. حياكم الله حبتي الصغار، ونستقبل هذا الاتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا، ممكن أشارك؟ مرحبتين أكيد. ممكن معنا من؟ رنا إياد درويش. رنا إياد. إياد درويش. درويش مو تكلمنا يا رنا؟ من قطر. حياة الله يا رنا، وسعداء باتصالك. تفضلي. بتكلم عن الشمس. إن أشعة الشمس قوية في الظهيرة. يجب عدم التعرض للشمس لأنها تؤذي البصر. أيوة. وتسبب الصداع وتسبب حروقات في جسم الإنسان. صح. خلاص يا رنا، معلومتك. أيوة. شكرا لك يا رنا. رنا بسأل السؤال. تفضلي. زاد فضلت، أحد الأجهزة الموكل إليها حفظ الأمن والأمان من أهم واجباتها منع الجرائم قبل وقوعها، فمن هي هذه الجهة؟ من اللي يحافظ على البلاد؟ من اللي يحافظ على أمن البلاد؟ بحرف الشين. الشرطة. شرطة. شكرا لتي رنا ويعطيك العافية. حياة الله. مع السلامة. الله يسلمك.